من مدينة جميرة، كارين بستاني بتستضيف السيد رجا طراد، المدير التنفيذي لشركة ليو برنات وبيبليسيس بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمقابلة حصرية بيحكي فيها عن أهم مراحل حياته. خبرنا عن طفولتك. وصلنا على دبي، بلشنا بمحل وانتهينا بمحل. يوم قدت تحدي كبير. وين ده بزي ويل ده بزي ويل. رح نحكي عن العائلة. حب من أول نظرة. لا بآمن. أسماء من التاريخ. على كل اللي صار نحن بحياتنا ما ضعفنا وجودنا بلبنان. الجمعة 10 المساء على الـ LBCI والـ LDC.